أنا مرة جيت عندي عقد زواج حق ناس وأبو البنت من الجماعة. قال شوف الأحباب صلوا سيبيريا، البرازيل، الأرجنتين، وبعض الناس رايح المسجد وراجع، رايح المسجد ما يتحرك حق الدين، رايح يك شوي يحفر القار. يا أبو فلان إيش في اللي يروح المسجد يرجع؟ من سبع لظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. إيش يا أخوان؟ رجل تعلق قلبه قاعد تعيب عليه إيش يصلي؟ شوف شون يعني لقنوب كلام إنه بس الدين إنك تسافر بطانية ونية، ما دمت تسافر تروح وتفطر خرجنا خرجنا، هذا هو هذا عز، هذا القمة. قلت ليش الكلام؟ قلت في صحيح مسلم رجل كان يصلي لا تخطئ الصلاة، فقيل لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة في الليل تركبه والظهر الأرض حارة رمضاء اشتر حمار، في صحيح مسلم. فقال الرجل إني أرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا رحت إذا المسجد وإذا رجعت إلى أهلي. شوف طمع برحمة الله وحتى الرجع بفيها الله يكتب لي أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، فقال أخبره أن الله قد كتب له ذلك كله. إيش فيها يروح المسجد ويرجع يا أخوان؟ إيش فيها؟ شنو العيب هذا؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني ماني عارف كثرة الخطى للمساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني ما إيش اللي فيها؟ أنا تكلمت واحد مرة مرات هم أبوه يعني صار 30 سنة مع الأحباب هذول يسمونه، قال والله لشهادة الله لا يتكلم على أحد ولا يجيب من طريق أحد ولا يعرف إيش، أنا ماني معهم يقول بس الوالد معه ما شوي مني يتكلم. شو أقول عالم ما يعرف قصيرة؟ قلت شفت هذا ضرب تحت الحزام، ما يتكلم على أحد، ما يقول عالم، أجل عالم ما يدري عن قصيرة، ضرب بالعلماء.